تعتبر أخرى من الفقراء على مستوى المملكة المغربية، وهذا للأسف كيرجع كما قلت لعدم احترام الناس الشغل الكبير. إذا سيدي كيان البعض المتجولين غادي يبقاو حتى 4 شهور يتحركوا، الحق يتحركوا ابتداء من الساعة 4. وبالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية كلها فابتداء من الساعة 9 الإغلاق، والمواطنين أيضا عندهم حتى الساعة 10 التزام في المساكن ديالهم. اليوم غدا ولا بعد غدا ملي تسدى ديك القهوة هذيك السربايه ولا داك السربال اللي كيتخلص 250 درهم في الشهر راه ما عندوش باش يتخلص، والدولة ما تبقاش تعاون، الصندوق ديال كوفيد راه خلا. كنعاودو ناكدو ليكم خذو الحيطة والحذر، ردوا البال لوليداتكم، ما يكونوش المخالطة أخي المواطن، تحافظوا على صحتكم وعلى صحة وليداتكم. اليوم جات السلطة خدات واحد القرار ديال استعمل الوسائل الخاصة اللي ممكنها تحميكم وتحمي وليداتكم. كل هادشي احنا فين وصلنا؟ وصلتونا القرار اللي خداو السلطات اللي نسيتنا، ايوا راه ما كاين فينا غير هضره وكلام، حتى واحد فينا ما تيتحمل المسؤوليه. كنعاود ناكد هاد البؤره ديال سيدي يحيى وخاصه هاد المنطقه كاين اسباب متعدده، والنتائج اللي تبعناها هي نتيجه للشركه ديال الكابلاج. اللجنه المختلطه خداو واحد القرار باش انه غادي يبداو الباعه المتجولين يحبسوا مع 4، ما يمكنش ليهم يتحركوا. بالنسبة للحوانت وأيضا القهاوي اللي كاينين هنا، التحرك ديالهم فيه العشرة ما كاين لا تحرك لا والو، والباعة المتجولين وهذوك الناس اللي عندهم الكرارس حدهم 4. فالله يجازيكم بخير، نحاولوا جميعا نتعاونوا مع السلطات المحلية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.